إذن نتابع وإياكم مشاهدينا هذه الصور التي تأتينا من العاصمة السودانية الخرطوم، وكما تظهر الصور انقطاع في التيار الكهربائي يجعل الصورة مظلمة، ولكن في هذه الأثناء طبعا نستمع إلى عزيز الرصاص الذي يتواصل وتتواصل معه الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في عدة مناطق، كما أشار مراسلنا في خضم الساعة الإخبارية الماضية في مقر القيادة في الخرطوم بحري في شارع الست.